واصل فريق الأهلي تحضيراته في المملكة العربية السعودية استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي. سبق المران محاضرة من الجهاز الفني لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المقبلة. على هامش الاستعدادات للمواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، أجرى لاعبو الأهلي جلسة التصوير الخاصة ببطولة السوبر الإفريقي. انضم نجم النادي الأهلي علي معلول إلى بعثة الفريق في المملكة العربية السعودية استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في مباراته الودية الأخيرة أمام منتخبنا الوطني. وصل كأس السوبر الإفريقي إلى مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، وذلك قبل يومين من مواجهة الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا مع شقيقه اتحاد العاصمة الجزائري المتوج بلقب الكونفدرالية الإفريقية استعدادا لتسليمه للفريق الذي سيتوج باللقب. ويعد النادي الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا بهذه البطولة بفوزه في 8 مناسبات سابقة. حددت اللجنة المنظمة لمسابقة الدوري الإفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء موعد مباراة النادي الأهلي وسيمبا التنزاني في دور ربع النهائي من البطولة، ويحل الأهلي ضيفاً على سيمبا في العاصمة التنزانية دار السلام يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل، فيما ستقام مباراة الإياب يوم 24 من أكتوبر في القاهرة. ترأس المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي وفد الأهلي في اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 من ديسمبر المقبل، وذلك عبر تقنية فيديو كونفرنس لمناقشة كافة الأمور التنظيمية وترتيبات مشاركة الأهلي في البطولة. أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن التصنيف الشهري للأندية، واحتل النادي الأهلي المركز السادس عالمياً متفوقاً على مانشستر يونايتد الإنجليزي ونابولي الإيطالي. أعلن النادي العربي القطري تعاقده رسمياً مع النجم الإيطالي ماركو فيراتي قادماً من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ووقع فيراتي على عقود انضمامه للفريق بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، كما سيرتدي القميص رقم 7 مع ناديه الجديد. أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم إقالة المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس من منصبه رسمياً على خلفية النتائج المخيبة للآمال التي يتعرض لها الفريق في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. حافظ المنتخب البلجيكي على سجله خالياً من الهزيمة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا يورو 2024 عقب فوزه على ضيفه منتخب إستونيا بخماسية دون رد ضمن الجولة السادسة من المجموعة السادسة.